شو صبايا؟ جاهزين؟ جاهزين. لكان أنا صاحبتكم على السيارة. شو سميحة مو جاي معنا؟ قال تعبانة وبطنا عم يوجعها ما بعرف شو بها. ألو؟ أهلين. من طرف بابا؟ أهلا. بابا بعت لي غراض. ايوه وين؟ عرفته. امتى؟ طيب نص ساعة بكون عندك. ماشي باي. شو مين؟ رفيق بابا. يا بنات مهمة بهدلة ومسح اراضي. شو هو نفسه؟ لا مو نفس الصوت، بس بده يلتقى فيني بنفس الكافيه. صبايا حشوف سميحة وراجع. سمسمي اتصل واحد رفيق بابا، قال جايب لي اغراض معه من دبي. شو يعني؟ كنت روحه؟ لازم نروح، في مهمة لازم نساويها، وبعدين عم نفكر نمرق على السينما، قال في فيلم بيطير العقل. شو رأيك سمسمي تقومي تلبسي وتنزلي معنا؟ مو قدرانة، حاسة حرارتي مرتفعة وراسي عم يوجعني. ورجيني لشوف. سمسومة ما في حرارة، يعني مفترة شوي. شو يا بنات؟ شو صار معكم؟ يلا جاية. سموحة حبيبي، في هذا الدواء خافض حرارة ومسكن، أنا أخذته واستفدت عليه كتير. خديه بتاخدي حبتين وبتنيمك، فهماني؟ وإذا احتجتي أي شيء دقيلي على الموبايل. إيه بس مو بوقت الفيلم لأنه منكون طافين الرنة. باي حبيبتي، ما بدي بوسك مشان ما أنعدى مرة تانية. باي سموحتي، باي. طيب جيبوا لي كاس زورات. طيب كمادات مي باردة. يا ربي.